مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات البرية ونباتات الزينة. عندنا اليوم نبات زينة أو شجر الظل من نوع العسمة، نوع أشجار العسمة الحمراء أو شجيرة الصفصاف حمراء. موطنه الأصلي هو مناطق السافانا شبه الكاحلة في أفريقيا جنوب خط الاستواء. يحدث في جنوب ينتشر يعني في جنوب أفريقيا وإستونيا وبوتسوانيا وموزمبيق ونميبيا وزيمبابوي وجنوب أنغولا، يعني في المناطق الأفريقية. هذه الشجرة شبه نفطية، يصل ارتفاعها إلى تقريبا 10 أمتار في بعض الأحيان. تظل شجيرة أكثر لها لحاء رمادي وأسود خشن مع تشققات، وقد تكون الفروع الأصغر صوفية في الملمس. يصل طول الأوراق مرتب بشكل معاكس إلى 11 أو 13 سنتم أصلع أو مشعر. يتناقص طرف الورقة فجأة إلى نقطة ملتوية، تتحول أوراق الشجر إلى اللون الأحمر أو الذهبي في الخريف. تظهر نورات مسننة بين الأوراق، ويصل طولها تقريبا إلى 7 سنتم، يعني نبات ظل، شجرة ظل تستخدم أكل الماشية الحيوانات، يعني الشجرة خاصة طعام كودو وبوشبوك وإيلان والزرافات والفيلة. يتصفحون الأوراق، وينجذب إيلان إلى الشجرة، يتصفحون يعني يأكلون. استخدام الإنسان. هذه الشجرة كثيفة 1.15 في الدقيقة، وقوية وبالنداء إلى خشب القلب الأسود. استخدم أحيانا كحطب للوقود أو لصنع الفحم، أنه صلب ومقاوم للنمل الأبيض. تستجيب شجرة جيدة للتقطيع وتنمو مرة أخرى بأوراق الشجر الوفيرة، وقد تستخدم اللحاف في دباغة الجلود. استخدامات طبية لهذا النوع تشمل علاج التهاب المنتحمة وأمراض المعدة. يحتوي عدد من المركبات المضادة للأكسدة مثل الهيلامين والبيونوسميمبرين وكريستين وكايميفيرول. إنها شجرة حديقة مناسبة لأنها تتحمل الصقيع والجفاف وتوفر الظل. طبعا نبات زينة كما قلنا، وشجرة ظل. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.